حوالي شهر كده ولا حاجه. من شهر. كابتن وليد مساء الخير. مساء الخير يا كابتن. ازي حضرتك؟ اخبارك ايه؟ مفاجاه حلوه دي حبيبي يا كابتن. الله يخليك يا كابتن، ربنا يبارك فيك يا رب دايما موفق كده. يا كابتن وليد. يا كابتن حبيبي يا بكار. عامل ايه يا كابتن مصر؟ اخبارك ايه؟ الله يخليك يا حبيبي. والله يا كابتن مفاجاه حلوه دي والله. ده شرف لي انا والله. حبيبي يا كابتن والله. تسلم يا حبيبي. عامل ايه؟ طمنا عليك. والله في نعمه والله يا بكار. يا رب دايما. كابتن وليد طبعا ده دفعه الصقر. كابتن وليد زميل كابتن احمد حسن. يا كابتن كنت تتوقع له كده؟ كنت تتوقع لرجب ان هو يعني والله يوصل؟ والله خليني اتكلم في البدايه. طبعا شكرا لحضرتك، اعلامي شرف مميز. شرف لينا يا فندم. الله يخليك. خير والله النهارده خالص. الله يخليك. وخاصه كمان في دور اللجنه الخماسيه للاتحاد ومجهودهم المبذول. ربنا يخليك حضرتك فن. يعني ما انكرتش خير حد خالص يعني. الله يخليك من ذوق حضرتك. بكار طبعا ده ابن اصول يعني، من النهايه للبدايه ابن الاصول. راجل عارف حضرتك كده ايه الفاكهه بتاعتنا. شرف ان في كل لقاء بيذكر الراجل، بيذكرني معاه، وان انا بعد ربنا الاول طبعا على اي انسان، ثم اي انسان يكون سبب ان بيحط اي بني ادم على المسيره، وخاصه في المجال الكروي دوت اللي هو صعب قوي، لكن انت تلاقي في حد بيتصف بالامانه. يعني ما حدش بيتوقع لاي حد، لكن بتبقى باينه البذور باينه من الاول. عارف حضرتك احنا بنشتغل يعني، انا عن نفسي بشتغل ان دي رسالتي الاخلاق. انا حضرتك راجل تربوي، بكالوريوس تربيه رياضيه، ومؤهلين تربويا، ولعبنا كوره على مجال الحمد لله مجال كويس. بعزها كابتن هو يعني هو مدرب كبير، يعني مدرب كبير ومش واخد حبيبي. مش واخد حقه كمان، مش واخد حقه في المجال ده، لكن هو لا كمؤسس لا ده مدرب كبير جدا. ربنا يخليك يا كابتن. وبيتعامل كمان العامل النفسي ده يعني، واهم حاجه كمان الناحيه الاخلاقيه يعني، دي هو حتى بيزرعها في في فيك يعني كلاعب كوره، بيزرعها فيك الناحيه الاخلاقيه دي. ومجتهد جدا بقى يا كابتن يعني، كانت مسيره طويله معايا يعني. كابتن سيف والله يعني شرف وسام ان احد ابنائنا، ان احنا بنقول كده، انت عارف ان مغاغه ديت ان بكار احد الموهوبين اللي في مغاغه، الفاكهه بتاع مغاغه. كابتن احمد حسن طبعا حبيبي واخويا العميد، مش عايز انسى اسماء كثيره، كابتن عاشور هارون، كابتن عماد النحاس، كابتن محمد فتحي، كابتن حسين صلاح، كابتن محمد مرسي، كابتن اشرف يوسف، كابتن وليد ابراهيم، كابتن محمد رمضان، كتير رحمه الله عليه، محمد مغاغه مغاغه ولاده كابتن حبيبك يا كابتن سيف. انت عارف انا حاج محمود عبد الملك، كابتن عبد الملك الدين حبيبي. فشرف لي ان انا اكون معاك النهارده، والراجل ده حاجه حلوه خالص. محترم ومؤدب وابن اصول. انا حاسس كده من كلامه ان هو عايز يقول ان انت كنت كابتن تستحق تكون في مكانه تانية. بالظبط انا فاهم كده يعني، بياخد نصيبه. ما احنا كلنا سبحان يعني سبحان الله وتعالى كده اسباب ان احنا لازم نبقى موجودين في مغاربه عشان نطلع براعم كتيره، برضه تشتغل في الانديه كتيره. خلي بال حضرتك احنا عندنا في حرس الحدود براعم، حبوكش الصغير، وعندنا في سموحه يحيى 2001، وعندنا في في الاولمبي، في كل بقاع مصر تلاقي مغاغه. بس احنا مش واخدين حقنا، بس ايه، مش هنقول اعلاميا لان احنا واخدينه اعلاميا طالما تواجدنا مع حضرتك طبعا. لا يا فندم ده فوق دماغي من فوق، ازاي ده شرف ليا. لكن احنا يعني محتاجين دعم كتير، لان في للاسف الشديد في الفتره الاخيره ديت وخاصه في شغل البراعم اختلط الحبل بالنابل. اهم حاجه بس يا كابتن البلد، اهم حاجه شارونا حبيبي بكار. والله احنا بنعمل مشروع كبير طبعا بدعم بكار والاستاذ محمد حافظ اللي هو ابن عمه، بنعمل نادي خاص ان شاء الله في شارونه يكتمل على خير، وتبقى نواه كويسه ان شاء الله للكوره ان شاء الله في مغاغه وفي الصعيد. عايزين بس ان الكابتن سيف دعم منه كبير لمغاغه. احنا تحت امرك وتحت امر مغاغه والناس هناك. وبعدين احنا معانا احمد عبد الملك، يعني يجي ويغطي. احمد اخويا حبيبي. يجي ويغطي ويعمل شغل على طول. تدعيم حضرتك بقى بيطلع مواهب يا كابتن. الرساله العلميه في الفتره اللي جايه ديت، تدعيم الرخص التدريبيه، تفعيل دور نقابه المهن الرياضيه العشوائيه انتشرت بطريقه كابتن سيف. احنا كابتن وليد نبعت لحضرتك كاميرا وتقول فيها اللي انت عايزه، ونتابع معاك ونذيع اللي انت عايزه. ده شرف، وعندنا براعم كتيره ان شاء الله هنطلع حاجات حلوه قوي لمصر ان شاء الله. تحت امرك يا كابتن، وبالتوفيق ودايما موفق يا رب. وفي نهايه حديثي كده الف سلامه لكابتن مصر، والحمد لله على سلامه منتخب الشباب، وكابتن مصر كابتن ربيع ياسين الحمد لله على سلامته. الله يسلمك يا كابتن ووفق ان شاء الله يا بكار ان شاء الله. عايز تقول حاجه لكابتن قبل ما نشكره؟ حبيبي يا كابتن وليد، ومتاسف والله حبيبي على التقصير معاك، وهتواصل معاك ان شاء الله بعد الهواء يا حبيبي. ان شاء الله نشوفك في المنتخب ان شاء الله. ان شاء الله يا حبيبي. تسلم يا كابتن، ربنا يخليك يا حبيبي. بشكرك شكرا جزيلا كابتن وليد حسني.